السلام عليكم. إذا في هذا الفيديو غنحاول نشوفو كيفية إنجاز ضرب عددان كسريان multiplication de deux fractions. إذا الطريقة اللي كنديرو إلا اعتبرنا واحد دو فراكسيون على ب سي على دي، إذا كيساوي لنا كنضربو البسط في البسط والمقام في المقام ب دي. طبيعة الحال بي و دي خصو يكونو عددان كيخالفو الصفر ديفيرون أزيرو. إذا نديرو الأمثلة. إذا ثلاثة على خمسة مضروبة في واحد على خمسة، إذا هي ثلاثة في واحد البسط في البسط على أربعة في خمسة. إذا ثلاثة على العدد عشرين. ثلاثة على سبعة مضروبة في جوج على خمسة، إذا البسط مضروب في البسط المقام في المقام. إذا ستة على خمسة وثلاثة، جوج مضروبة في ثلاثة على سبعة. إذا عندنا جوج ما مكتوباش على شكل عدد كسري، ولكن كنعرفو بأن جوج راه هي جوج على، يمكن نكتبها على شكل جوج على واحد. إذا هي جوج ثلاثة على واحد في سبعة، واحد في سبعة هي سبعة، إذا يمكن كلي ندير مباشرة سبعة. إذا ستة على سبعة، ستة على تلتاش مضروبة في خمسة، إذا خمسة كذلك راه يمكن نكتب على شكل عدد كسري هي خمسة على واحد. إذا ستة في خمسة تلتاش في واحد، إذا ثلاثين على تلتاش. صفر مضروبة في ثلاثة على أربعة، إذا هي صفر في ثلاثة على أربعة، صفر في ثلاثة على أربعة، وصفر في ثلاثة هي صفر، وصفر على أي عدد كتعطينا صفر. إذا بشكل عام كيمكن لي عندنا جوج ديال العلاقات، إذا أ على بي مضروبة في بي على سي، أولا مضروبة في، إذا أ على بي مضروبة في سي على دي، إذن أ سي على ب في د، ولكن عندنا غير عدد أ مضروب في سي على د، يعني ما عنديش المقام لهذا العدد، فكندير أ في سي على د، لأن هنا المقام كيكون واحد. إذن أ في سي على د، هذو الحالتين اللي كيكونوا عندي عادةً.